السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة حديقتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا الصباح زرنا منطقة هي عبارة عن بركة مائية، وقد أسميها بركة السلاحف، ليست السلاحف المائية أو البرمائية، ولكن السلاحف البرية التي تأتي إلى هنا قصد تبرد أو شرب الماء، وكذلك قصد التزوج. فسنجد كما تشاهدون مجموعة من السلاحف الكبيرة، وأمامي في حينما أقف أسمع خشخشات السلاحف. هنا سلحفات كبيرة، لأول سلحفات هنا، سلحفات أنثى موجودة هنا بالطبيعة، لأن سلاحف كثيرة موجودة بالطبيعة نجدها في هذا المكان. سنتركها ونريكم سلاحف أخرى كثيرة سنبحث عنها وسنجدها أكيد في هذا المكان، فابقوا معنا وتابعونا. هي كذلك سلحفات أخرى تشاهدها تهرب، ربما السلحفات ذكر لديه جرح هناك في القوقعة، هذه ضربة كبيرة ربما بآلة زراعية من طرف أحد المزارع، أن السلحفات المغربية أو اليونانية أو الزراعية هي معروفة تكون كثيرا في الحقول، وهو سلحفاة ذكر كما قلت لكم حسب ما يظهر من خلال ديله. سنتركه أيضا وابقوا معنا. سنواصل الدخول في هذا المكان نحو داخل البركة المائية. لحدود الساعة ومع أدخلنا عثرنا على سلحفتين، سلحفات أنثى وسلحفات ذكر. كذلك هذه المنطقة فيها نبات فليو معروف بمعالجة الزكام، نبتة معروفة في المغرب يقومون بإعداد الشاي بها، وكذلك أعداد كبيرة من النحل تتغذى على زهرة هذه النبتة العطرية، وكذلك وجود الماء هناك يجعل النحل يأتي لهذا المكان بكثرة. تشاهدوا من هذا المكان سلحفات بعيدة لم تراني بعد ذلك المكان، سلحفات بعيدة سأذهب إليها.
أجد سلحفاة أخرى قريبة من هنا، فأترك تلك ريثما أصور لكم السلحفاة القريبة مني. هناك كانت بحيرة مائية وجفت بفعل الحرارة كما تشاهدون، آثار الماء موجودة هناك هي التي جعلت هذا المكان لا زال أخضرا ولو أننا في شهر الصيف، يعني في فصل الصيف في يونيو. في ذلك المكان أشاهد سلحفتان سأذهب إليهما. ليس سلحفتين بل ثلاث سلاحف، بل ثلاث سلاحف في مكان واحد. فابقوا معنا، ثلاث سلاحف. السلحفاة الأولى ها هي، هي سلحفاة أنثى. السلحفاة الثانية السلحفاة الثالثة هذه أكبر حجما، أكبر سلحفاة أكبر حجما وأكبر سنا. هذه السلحفاة أكيد هي أكبر سنا في هذه السلاحف. هذه سلحفاة أخرى، هي سلحفاة أنثى أيضا. ثلاث سلاحف إضافة إلى السلحفتين السابقتين سأحضرهما إلى هنا. إذن هذه السلاحف الخمسة التي عثرنا عليها، وهذا المكان لا زال ممتلئا بالعديد من السلاحف الأخرى سأجدها الآن. هذا المكان هو قريب من الغابة، غابة البلوط الفليني الذي ينتج الفلين بكميات كثيرة. هي سلحفاة أخرى تختبئ هنا. السلحفاة تحاول الاختباء بعدما علمت بوجودنا. السلحفاة أنثى ربما تريد وضع بيضها. كما قلت لكم أن هذه الأرض هي مليئة بالسلاحف، السلاحف التي تركتها هنا غادرت بسرعة، بقيت
أربعة. هاي هذه التي غادرت والأخرى تغادر وتجيد الاختباء. هاي هذه يقولون أن السلحفاة بطيئة، لكن بهذه السرعة ليست بطيئة، هي سريعة. تركتها هناك لبضع ثواني وجدتها وصلت لمكان آخر. كما تشاهدون 6 سلاحف في هذا المكان، ولا زالت سلاحف كثيرة هناك. ألاحظ سلحفاة أخرى بالقرب من هذا المكان. سنستمر في هذا الاتجاه الذي شاهدنا فيه سلاحف أخرى. طبعا الوقت الذي تجد فيه هذه السلاحف هو الصباح، لا نقول الباكر جدا ولا نقول المتأخر، يعني الصباح من 9 تقريبا صباحا توقيت جرينيتش إلى الساعة 1 ظهرا أو 12 ظهرا. تشاهدوا سلحفاة بعيدة ربما تبحث عن الماء، تشاهدونها. قربت الصورة كثيرا. مكان في ذلك المكان سلحفتان، ليست سلحفاة واحدة كما تشاهدون، هناك سلحفتان. كما سبق وقلت لكم، في هذا المكان غني بالسلاحف كونه كان فضاء أخضرا ومليئا بالمياه، ويجمع العديد من السلاحف. كان في هذا المكان أكثر من سلحفتين، السلحفة الثالثة تأكل العشب هناك، وهذه السلحفات تلك السلحفاة، إنها ترعى على الأعشاب. هذه السلحفاة طبعا سلحفاة مهمازية أو سلحفاة يونانية كما تسمى، أو تسمى سلحفاة مغربية أيضا. هي سلحفاة أنثى وتبلغ من العمر سنوات طبعا. هذه أيضا سلحفاة أنثى تبلغ من العمر كذلك سنوات. للأسف طبعا السلاحف في البرية تكون مليئة بالقراديات التي تعيش على الحيوانات، على دم الحيوانات. كما تشاهدون هذا المكان جف فيه الماء، وكان مكانا خصبا لتواجد السلاحف. هذا الغار هو لأحد السلاحف، اختبأت فيه من حر الشمس وخرجت للرعي. هذه السلحفاة مختبئة هنا تحت هذا العشب،
سلحفاة كبيرة كبيرة جدا، سلحفاة أنثى، حجمها كبير، سنها أكبر، ربما تريد وضع بيضها. هناك كانت سلحفاة ودخلت داخل الشوك وداخل هذه الأحلاف عندما أحست بتواجدنا. سلحفاة أخرى شاهدتها في هذا الوادي. جميلة، هي السلحفاة الأصغر سنا من السلاحف الأخرى، ربما هي سلحفاة ذكر. سلحفاة مهمازية الورك أو السلحفاة المغربية أو اليونانية، هي صغيرة من السلاحف الأخرى التي عثرنا عليها. هذا المكان لم يجف كليا من الماء، هو مكان هادئ جدا. ما تشاهدون تربته جفت من الماء.
لذلك هذا المكان كانت فيه العديد من أنواع الطحالب، لكن يبست بعدما جف ماؤها. وضفاف البركة لازالت تحتفظ بالنباتات الخضراء. كذلك كانت هناك أنواع من القشريات كسرطانات البحر، لكن هذه نوعها من ذباب المياه العذبة، تعيش هنا وتتغذى عليها بعض الحيوانات. في هذا المكان أيضا سلحفاة أخرى في الجهة المقابلة، هي بنفس حجم السلحفاة التي عثرنا عليها قبل قليل. هذه هي السلحفاة، لكن بقينا كثير لكي تصل إليها. أيضا سلحفاة أنثى. هذا المكان أسمع صوت تزاوج السلاحف، ربما هناك سلحفتان يتزاوجان، السلحفاة تقوم بنطح سلحفاة أخرى. بالفعل هناك سلحفتان تتزاوجان، بالفعل فالصوت لم يخنني. هذا سلحفاة الذكر كان يتبع هذه السلحفاة الأنثى. كانت عملية تزاوج داخل الطبيعة، سنتركهم وشأنهم. لأن هذه السلاحف أخرى بالإضافة للسلاحف الأولى التي وجدناها، لأن هنا 5 سلاحف زائد السلاحف التي تركناها تتزاوج، سلحفاة أنثى وسلحفاة ذكر. هذه السلاحف أيضا سنتركها وشأنها، هناك 5 سلاحف.
إذن كما تشاهدون هذه هي السلاحف التي وجدناها بهذا المكان الذي أسميه بركة السلاحف، طبعا السلاحف البرية وليست السلاحف المائية أو البرمائية. هذا المكان قد اكتشفته السنة الماضية بالصدفة، والآن عدت إليه لأصور لكم هذه السلاحف التي طبعا لن نأخذها، سنتركها في الطبيعة، فقد جئت لأصورها لكم. هيا تتفرقوا من هذا المكان. السلاحف ذاهبة لأماكنها. إذا كما قلت لكم فهذه البركة التي جفت من الماء هي من الأسباب التي جعلت السلاحف تتواجد هناك، أولا للشرب، وثانيا لوجود المرعى هناك، وجود نباتات خضراء ولو في فصل الصيف، لكنها تجف وتبقى منطقة رطبة لأنها قريبة من الغابة وهي منطقة منحدرة مقارنة مع سطح الماء، وقد أسميتها ببركة السلاحف البرية. ويوجد بها أنواع وحيوانات أخرى مثل الضفادع، وكذلك مثل سرطانات البحر، لكن سرطانات المياه المالحة. السلاحف اختبأت جميع هذه السلاحف غادرت المكان وهي تذهب لتختبئ بسرعة. واحدة وهنا اسمعوا صوته. من هذا المكان عاودنا إطلاقها، هي انتشرت، بقيت وحيدة هناك، ستنطلق بعد لحظات.